لا شك مشاهدينا أن الفساد آفة تهدر الطاقات المالية والبشرية وتقف عائق أمام مؤسسات الدولة وجهودها في التنمية، لذا اتخذت الدولة مسارين على عاتقها لمكافحة هذه الآفة. كان الأول هو التنمية والثاني هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هذه الاستراتيجية التي أشادت بها الأمم المتحدة ضمن الممارسات المصرية الناجحة في التصدي لهذا الملف، وهو ملف مكافحة الفساد. إذا نتحدث عن التنمية فيسعدنا أن تكون معنا معالي الوزيرة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أهلا بك سيادة الوزيرة. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة الوزيرة، يمكن لو تحدثنا عن ملف مكافحة الفساد بشكل عام لابد أن نتطرق لجهود الوزارة في إصلاح مؤسسات الدولة، لأن الفساد يكمن في مؤسسات الدولة الضعيفة أو الجهاز الإداري الضعيف، فما هي الجهود التي اتخذتوها في هذا الشأن؟ طبعا استراتيجية مكافحة الفساد زي ما حضرتك اتفضلت اللي تم إطلاقها والرقابة الإدارية بتنسق لها، يعني مصر قامت فيها بإنجازات كبيرة جدا. الجزء الخاص بكفاءة المؤسسات ده محور رئيسي في استراتيجية مصر 2030 وفي خطة الدولة. احنا النهاردة بنتكلم على كفاءة مؤسسات لأنه في الآخر هدفنا تقديم خدمة أفضل للمواطن. زي ما حضرتك اتفضلت إنه المؤسسات الضعيفة هي اللي بتبقى مؤسسات بيقدر الفساد إن هو يتغلغل فيها، وده كان بيتطلب يعني أكتر من إجراء. الحاجة الأول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، فإحنا النهاردة بننشئ وحدات جديدة داخل مؤسسات الدولة، مش بس تغيير المفهوم وتغيير المسمى ولكن تغيير في الثقافة وتغيير في الفكر بعناصر متميزة بتدريب النهاردة على أعلى مستوى، سواء كان وحدات جديدة للمراجعة الداخلية والتدقيق، وحدات للموارد البشرية، وحدات استراتيجية ومتابعة وتقييم. كل هذه الوحدات وتغيير الهيكل التنظيمي كان شيء مهم جدا. الشيء الثاني وهو النهاردة ما كانت الخدمات الحكومية، سواء كان أيضا إتاحة خدمات حكومية من خلال بوابة مصر الرقمية أو من خلال المراكز الخدمات اللي بتتقدم للمواطنين، عندنا 255 مركز موجود على مستوى المحافظات المختلفة، أو من خلال العربات المتنقلة اللي بدأت أول عربة نزلت في حي مدينة نصر وتبتدي تنتقل منها إلى المحافظات المختلفة. المحور الآخر الهام جدا وهو الاستثمار في العنصر البشري، ده أهم عنصر لدينا، ده العنصر المستدام، وبالتالي النهاردة الجهود الكبيرة جدا اللي تمت في التدريب سواء من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة، أو الأكاديمية أو المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ده تم في قدر عالي جدا جدا من التدريب، نشر ثقافة ومدونة السلوك الوظيفي، نشر ثقافة القيم والمبادئ الخاصة بالنزاهة والشفافية، ده كان نقطة مهمة جدا جدا لاستدامة كل هذه الجهود. نعم معالي الوزيرة، يعني حضرتك تتحدثي عن جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية أيضا لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة، عاوز أعرف جهود هذه المؤسسات المستحدثة خلينا نقول لمكافحة الإرهاب وأيضا الوقاية منه في وقوف المواطنين جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة. المؤسسات دي الحقيقة قامت بجهد كبير جدا في وضع برامج تدريبية لعدد كبير جدا من العاملين في مؤسسات الدولة أو حتى من الشباب. احنا النهاردة عندنا برامج الخاصة بالبرنامج الرئاسي للشباب، دي بتأخذ شباب من كل محافظات الجمهورية بتنشر فيهم رفع القدرات و نشر ثقافة النزاهة والشفافية والتدريب على القيادة. أيضا التدريب على القيادة ده شيء مهم جدا من أجل وجود عناصر تستطيع أن هي تقود مؤسسات الدولة في المستقبل. نعم، ده بخصوص الاستثمار في البشر زي ما حضرتك ذكرتي. أيضا إذا تحدثنا عن الشق التكنولوجي، هناك الآن جهات مميكنة إزاي بيحد من الفساد، وإحنا بنتحدث عن 6.2 تريليون هو إجمالي حجم الفساد ده في العالم بما يوصل 5% من الناتج المحلي الكلي للعالم. طبعا دي كلها تقديرات يعني حجم الفساد على مستوى الدولة، ولكن إحنا بنقول النهاردة إنه ميكنة الخدمات بتقلل بشكل كبير جدا من التعامل بين البشر، المقدم الخدمة متلقي الخدمة، فما فيش النهاردة قدر من التعامل، وده كله بيحد من الفساد. بالإضافة إلى وسائل الدفع النقدي والشمول المالي النهاردة، الدفع النقدي الإلكتروني النهاردة اللي بقى مميكن على أغلب المدفوعات، ده كله الحقيقة بيحد بشكل كبير جدا من عملية الفساد. بنشكر حضرتك يا فندم. إذن مشاهدينا كان هذا حوار لنا مع معالي الوزيرة هالة السعيدة، وزيرة التنمية والتخطيط الاقتصادي. شكرا لكم.